لك على ثلاثه شخصيات بسرعه لانه مابقاش عندي الوقت بزاف. الياس العمري والمآلات اللي وصل ليها على حسب ما سمعت اليوم. انا نفس السيد الوكيل العام ديال محكمه السناف ديال 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 الرباط حل واحد الملف كيطلب من الشرطه القضائيه يحققوا معاه. شنو كيعني هادشي؟ اما بغوا يبرئه لان من لانه من جديد او لا زال محمي وبغوا يبرئه باش اللي كيتعامل مع بعض الاجهزه يحس بالحمايه المطلقه. اما لانه جا واحد الوقت اللي ممكنش الدوله تزيد تستر واحد الامور اللي اصبح مستحيل سترها لانه بين العيان. انت والمحامي اسحاق شارية اتهمتوا بالتآمر ضد الملك وتحريض ناصر الزفزافي والنشطاء ديال الريف ضد الملكيه. انا ما اتهمت حد. استاذ اسحاق شارية طلب انه الياس العمري يستدعيوه كشهيد في المحكمه في القضيه ديال الحراك. سولوا الرئيس قال له شنو العلاقه عند الياس العمري في هادشي؟ قال له نعم سليم ممكن انه الزفزافي لو كنت اعطيته الكلمه غادي يقول لكم بان ذاك السيد هذاك اقترح عليه انه يهجج الوضع. الياس العمري اقترح على الزفزافي يهجج الوضع. الزفزافي بصفه مباشره او غير مباشره. انا كنعرف بان فعلا 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 انا كنعرفها بانه فعلا الياس العمري كان كيحاول انه الحراك عواد ما يكون حراك في الشارع متنقل ديناميك بغى يكون ستاتيك بغى يديروا فحال داكشي ديال ساحه التحرير في القاهره وكان يرمي انه يكون فحال داكشي ديال العيون انه يكونوا كاين الخيم في وسط الساحه محمد الخامس ديال الحسيمه كيف موقع في كديميزيك والسكينه ديال الحسيمه كل عارفه الحقيقه هذه لان الله غد لي في الصباح صبحوا اكثر من 5000 رجل درك والشرطه ولي فورس اوكسيدير القوات المساعده محتلين الساحه ديال محمد الخامس. زعما تم التفاعل مع هذا المطلب؟ ها؟ تم التفاعل مع هذا المطلب من قبل القضاء؟ على كل حال النيابه لا 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 اللي وقع هو انه ملي دخلوا السجن لان في العشيه ما وقع والو تحت في القاعه ما قال لا هادشي غير صحيح. من بعد تم نفيه من بعد خادوا ناصر الزفزافي جوج او ثلاث المرات الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه واخا خدهم السجن ودار الشرطه باش يوقع لك رساله. ديك الرساله ما كانت عندها حتى شي قيمه. شنو